غير جوليد. يا احمد خالد اللي كان المهندس محمد خد قطعه ارض ايام الحكم الماضي يعني ايام الرئيس مبارك، وجه بعد كده نقل مجموعه من الشركه الهندسيه وداها للمجمع الصناعي. بقى من قالهم على المجمع الصناعي كان عايز يعمل موضوع ايه، المفروض هو خد الارض دي مدعمه مقابل تشغيل عدد معين من العمال. طبعا كل الكلام ده ما حصلش. ابتدت الناس عايز يمضي الناس على الثمرات اللي هي بتاعت سين 6 ويضمها على المنشاه الجديده، بحيث يبقى هو كده يعني في اعفاءات من الضرايب او حاجات زي كده. انا واخد كل الامتيازات دي. استقرينا والوضع ماشي، في اللي مضى وفي اللي ما وافقش بالايه؟ بالامضه بتاعته. جينا بعد كده فوجئنا الوضع استمر حوالي 4 سنين. فوجئنا بعد كده يوم الاحد اللي فات ان في الناس اللي مضت، في مجموعه مضت ومجموعه لا، المجموعه اللي ما مضتش اتعمل لها زي انتداب. جينا فوجئنا الاحد اللي فات قرار نازل ب 30 واحد من زمايلنا الغاء الانتداب بتاعه والعوده الى الشركه الهندسيه. الشركه الهندسيه ديت كل المكن اللي فيها تشكيل صاج او تشكيل معادن ومكن ومقصات وسي ان سي والكلام ده كله. طبعا كل الناس اللي اتنقلت ديت كلها فنيين تكييف، لحامين تجميع مسدسات بالهواء. متوسط مرتباتكم قد ايه؟ المتوسط يعني من 1000 لحوالي 1400 1500 جنيه. بدايه التعيين باخد 1000، بدايه المتوسط بدايه التعيين بيبدا مثلا من 800 جنيه لغايه حوالي 1500 جنيه 1600 جنيه. طيب انتوا مطالبكم ايه بقى النهارده؟ مطالبنا الموضوع اللي هو بتاع الشركه، احنا فوجئنا اتقفلت يعني احنا في بيوتنا، احنا اعتصمنا جوه المصنع وبتاع، وفي مواعيد العمل بتاعتنا بتمشي، وعملنا محضر في الشرطه والشركه عملت محضر والكلام ده كله. احنا فوجئنا ان الشركه الناس اتصلت بينا الساعه 1 بالليل، يا جماعه ما حدش يجي بكره. ازاي؟ قال لك الاوتوبيسات مش هتتحرك، خدوا سير وكده. طبعا خدنا بعضينا ورحنا بردك، كل الناس ديت راحت المصنع تاني يوم. فوجئنا بمجموعه الشركات كلها، جميع المصانع مقفوله بالجنازير وبالاقفال. وعدد القوى العامله في كل المصانع دي قد ايه؟ 3000 واحد. 3000 واحد يعني 3000 واحد دلوقتي اتشردوا دلوقتي. 3000 واحد لسه بقى متفاوض مع، عايز يدي الناس حقوقها والناس تشوف طريقها بوسيله مشروعه خير وبركه. الناس مش معترضه، عايزه تكتمل مثلا، وعايز يكمل مسيره. احنا مش معاه، احنا مش مقصرين. الموسم اللي فات ده كله ما شاء الله كان الشركه رقم واحد على مستوى الجمهوريه والشرق الاوسط في التكييف والتبريد. المصنع يعني ما شاء الله، مش هنقول بقى مصنع خسران او مصنع مثلا او كده، لا بالعكس ما شاء الله. مصنع بوتاجاز شغال، مصنع التكييف شغال، مصنع الغسالات شغاله للساعه 10. احنا قبل رمضان قعدنا 13 يوم من 6 صباحا كنا بنخرج من بيوتنا بنروح 11 مساء. كان مقابل مادي وكل حاجه، واحنا ما قصرناش معاه، الناس عمرها ما قصرت معاه. تمام. موضوع الارباح الناس بتتكلم فيه، انت شركه مساهمه المفروض ليك يعني. بالتالي المطلب الاساسي بتاعك هو فتح الشركات وتدوير عجله الانتاج من الاخر. موضوع الارباح نقعد نتكلم معاه، العقود اللي هي الناس اللي هي مضت اللي استقالات صح او ضاعها، اللي كده الناس ديت كل المده اللي فاتت ديت مش محسوب لها. في ناس مضت تحت ضغط. طيب سؤال، انت عندكم نقابه طيب في المصنع؟ في نقابه لسه معموله، مشوا ناس بسبب ما عملوها. كل متحد مع صاحب المال، اوريك الكارنيه، مشوا ناس بسبب ما راحوا اشتروا حاجه مع صاحب المال. احنا بيمشينا مشي تعسف بين العشرات من اماكنها لاماكن ثانيه علشان يعني يفصلهم عشان يساووا يمشوا، بيستفزنا لاقصى درجه. الارباح ما بتنزلناش بقالنا 4 سنين، ما بناخدش ارباح. المرتب بيهدد بوقفه، كل حاجه حقوقنا طول عمرنا ما بناخدش ارباح، بقالنا 4 سنين بس. الراجل ده من ارباح، الراجل ده من رجال الحزب الوطني كمان. وحاجه ثانيه، المصنع دوت ممكن تقول اسمه؟ ما اسمه محمد فتحي، محمد فتحي ابراهيم، رئيس مجموعه شركات يونيون ايه. تمام. حاجه ثانيه، المصنع دوت من مجموعه ال 1000 مصنع اللي واخدها من الدوله، يعني المصنع ده واخده ببلاش. هو عمل ايه؟ نصب على الدوله، واخدنا احنا من مجموعه الشركات الثانيه نفس العقد للشركه اللي احنا فيها دلوقتي، مجمع الصناعي تعيين جديد حضرتك 2000 كانه عين ناس.